الاول ده احنا لما عرفنا فكره المعسكر وان احنا هنروح من القاهره للاسماعيليه بالعجل شفنا ان ده تحدي كبير جدا واحنا فكرنا فيه فاصرنا ان احنا ناخد التحدي ده وان احنا ناخد المسافه دي كلها بالعجل فده كان تحدي كبير جدا حتى واحنا في الاستراحه كنا بنشوف مثلا ناس وننزل نكلمهم عن التنميه المستدامه اننا نقدر نستغل الحاجات اللي عندنا من غير ما نهدرها وان الاجيال اللي قدام تقدر تستفاد بيها زي ما الاجيال اللي موجوده دلوقتي تقدر تستفاد بيها بقدر المستطاع. وكان شعور حلو جدا ان احنا لما بننصح حد او نديله معلومه فكنا بنحس ان احنا بنعمل حاجه وغير كده ان احنا لما وصلنا هنا المكان كان حاسسنا باحساس غير يعني ملوش مثيل ان احنا قدرنا نمشي المسافه دي كلها فاحنا اتبسطنا جدا حسينا ان احنا حققنا الهدف ان احنا جايين عشانه. احنا قعدنا في الرحله دي حوالي 12 ساعه اتحركنا من الساعه 9 الصبح جينا النادي هنا تقريبا حوالي الساعه 9 بالليل. الفكره كلها فكره المسافه اللي مشيناها هي يعني المسافه كانت 120 كيلو بالنسبه للاولاد يعني وكده مسافة يعني كبيرة جدا عليهم تحت تأثير ضغط الطرق المسافة ذات نفسها مش قليلة الليل عليها طبعا كبداية أول مغامرة دي في حد ذاتها إن أنا أطلع المسافة دي كلها وأعمل التاسك ده كله وأخدها في 8 ساعات دي استفادة حلوة أنا ليا أنا كقائد يعني كقائد بدنيا في الأول وفي الآخر دي رياضة غير كده إحنا ككشافة لينا رسالة معينة عايزين نوجهها في اليوم. الرساله دي عباره عن ايه؟ عباره عن مفاهيم الكشافه بمعنى صح اللي هتبدا بلعبه وتنتهي بموطن صالح ومفاهيم ركوب الدراجه يعني الاستفاده منها ايه؟ اركب دراجه ازاي؟ الكلام ده كله. فكره الكشافه عموما هي ان انت بتعمل لعبه بتنتهي فيها بمواطن صالح. ازاي من خلال اللعبه توصل الهدف وتوصل رسائل معينه. من هنا جت فكره ان احنا بنعمل انشطه للاولاد كل ولد على حسب مرحلته السنية فكل ولد بيبقى ليه خصائص وليه متطلبات عشان تلبي احتياجاته فبنعمل لكل مرحلة سواء اللي هم ابتدائي ليهم أنشطة معينة إعدادي ليها أنشطة معينة ثانوي اللي هو كان النشاط ده مستهدفه ليهم أنشطة معينة النشاط ده فكرته جت من ان احنا ده تاني نشاط نعمله اسمه اكس عداد اول نشاط كان من نادي الكشافه البحريه فرع القاهره الى قريه اجياد في الشيخ زايد ده كان اول مرحله تاني مرحله عملناها السنه دي هي اكس عداد 2 وده من الكشافه البحريه فرع القاهره الى نزر الشباب في محافظه الاسماعيليه الطريق حوالي 130 كيلو شارك معانا حوالي 80 شخص او 80 مشارك كلهم من الفئه المستهدفه اللي هو الكشاف المتقدم اللي هي مرحله ثانوي المرحله دي بتبقى عايزه ان احنا نقدر نلبي احتياجاتها ورغباتها ونعمل لهم انشطه مغامره ما قدروش يعملوها قبل كده بنفسهم طبعا اول لما عرضنا النشاط ده الناس كانت كثيره جدا عايزه تطلع النشاط بس كنا محكمين بعدد معين كل الناس من الاول كانت مخضوضه وازاي هنوصل بالعجل من القاهره للاسماعيليه بس لما وصلنا كان ليه متعه وكان ليه احساس مختلف فالحمد لله النشاط كان ناجح وكان قوي جدا.